أحداث واقعية، قصص غريبة، أحداث اقتبستها ألعاب، مع برنامج خلف الألعاب. يعطيكم العافية الربع، شلونكم وش أخباركم وعساكم طيبين. رجعت لكم بحلقة جديدة من برنامج خلف الألعاب. البرنامج هذا اللي أتكلم فيه عن أحداث واقعية حتى لو اختبسوا منها شيء بسيط بلعبة. بالحلقة الأولى تكلمت عن أبشع جريمة صارت في أمريكا، اللي هي جريمة بلاك داليا أو داليا السوداء، اللي إلى اليوم ما في مشتبه فيه رئيسي بالجريمة هذه، واقتبسوا منها مهمة بلعبة إلينوار. واليوم راح أتكلم معاكم عن لعبة اقتبست مدينة بشكل كامل، والسلسلة هذه اللي هي سلسلة سايلنت هيل كان فيها اقتباسات عديدة. اقتبسوا من فيلم جاكوبز ليدر، اقتبسوا من رواية روسية صدرت ب 1866 اللي هي الرواية هذه، رواية كرايم اند بانشمنت. إذا تشوفونها الرواية هذه كتبها فيودور دوستويفسكي. شلون اقتبسوا منها سايلنت هيل؟ اقتبسوا الجزء الثاني الطريقة اللي صارت حق جيمس ساندرلاند، شلون انه هو قاعد يصير فيه تأنيب الضمير. خلوا القصة باللعبة عنكم، خلنا أقول لكم عن الرواية هذه. الرواية هذه تتكلم عن طالب، الطالب هذا كان فقير وكان يسكن عند واحدة دائما الطالبة بالأجار. فالطالب هذا سوى مثل ما نقول مؤامرة عشان يذبحها وياخذ فلوسها، فذبحها وخذ فلوسها، بس دا كان دائما يبرر حق نفسه، يقول أنا سويت الشيء هذا علشان يصير شيء أحسن، علشان أنا أسوي شيء أحسن. فكان دائما أنه مسوي جريمة وقاعد يحاول يبرر حق نفسه، يبرر تصرفاته. الشيء هذا أو الجزء هذا من تفكير الشخصية اللي بالرواية هي اللي اختبسوا منها سايلنت هيل الجزء الثاني. لكن هذا مو موضوعنا، موضوعنا هو مدينة سايلنت هيل. الشيء اللي مشترك بين أجزاء سايلنت هيل كلها اللي هي المدينة، مدينة الضباب اللي هي سايلنت هيل. المدينة هذه مقتبسة من مدينة حقيقية. شلون؟ الحين أقول لكم شلون. في منطقة اسمها سنتراليا بنسلفانيا وبالولايات المتحدة، وتعتبر بشمال فيلادلفيا. المنطقة هذه كان حالها من حال أي منطقة ثانية بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن في شيء واحد كان يميزها عن المناطق الباقية اللي هو الفحم أو مناجم الفحم فيها. كان الشيء هذا هو أكبر مدخول حق المنطقة هذه. من كثر ما المنطقة هذه كانت تتميز بخنادق الفحم، كانت يعني شبكة كبيرة مثل متاهة تحت البيوت، كانوا يحفرون حق الفحم. يعني خلينا نقول هذه المنطقة كان دار مدار المنطقة، أو تحت البيوت كان في مناجم للفحم، يستخرجون الفحم بشكل كبير ويصدرونه. فكانت معروفة سنتراليا أنها هي من أكبر المناطق المصدرة للفحم. لكن صار شيء ما كانوا متوقعين أهل المنطقة، صار في حريق فوق على السطح. لكن من كثر ما المناجم كانت منتشرة بشكل كبير تحت، كانت قريبة من السطح، وصل إلى مناجم الفحم وانتشر تحت بنسلفانيا، انتشر تحت البيوت بشكل كبير، تحديدا ب 1962. بالبداية ما كانت الناس متأثرة، كان في حريق وكانوا يقولون ان اكيد راح يطفي، او اكيد ان المطافي راح تطفي والامور طيبة. لكن ما كانوا يدرون ان من خلال احتراق الفحم كان يطلع اللي هو اول اكسيد الكربون، اللي هو الغاز الضار، وعادي انه يؤدي للوفاة. فسكان المنطقة تموا موجودين فيها ويدرون ان في منجم قاعد يحترق تحتهم، لكن تموا وتمت الأمور طبيعية. وفي حادثة صارت ب 1981، إن كان في طفل قاعد يلعب ورا بيتهم بالحديقة، قاعد يلعب وأموره طيبة، كان تنفتح حفرة بالأرض ويدش فيها، لكن بطريقة ما حد متوقعها قدر إن الطفل هذا ينجو. ومن بعد الحادثة هذه انتشر أول أكسيد الكربون بالمنطقة. الناس قاموا تضايق، قاموا يحسون بدوخة، قاموا يحسون بكحة، قاموا يحسون بروائح يعني مو طبيعية، لأن الدخان اللي من تحت الأرض قام يطلع إلى فوق الأرض. الأرض صارت حارة، بدأ الشارع يصير فيه تشققات، بدأت الحرارة تصعد، وبدأوا الناس يحسون بالحرارة تحت ريولهم. فالشيء هذا هو اللي بلش، يعني خلينا نقول من سنة بالستينات إلى الثمانينات، تقريبا 20 سنة، يلا قدرت الحرارة، أو يلا قدروا الناس يحسون بالشيء اللي قاعد يصير تحتهم. ورغم المحاولات كلها من الحكومة ان هم يطفون المنجم اللي قاعد يحترق، الى ان هم اضطروا بعام 92 ان هم يشترون البيوت كلها وتدفع حق الناس يثمنون البيوت عشان الناس تطلع من المنطقة هذه، لانها تعتبر منطقة
خطرة، فالناس كلها طلعت من مدينة سنتراليا بنسلفانيا من 14,000 كان تعداد سكاني إلى ما صاروا 10 أشخاص بس اللي هم ساكنين الحين. فهذه هي المدينة اللي اختبسوا منها سايلنت هيل. إلى اليوم الناس تقول أن ليه الحين المنجم قاعد يحترق وليه الحين في دخان قاعد يطلع. المدينة هذه يمكن لو تشوفون أن نفس الشيء صار بسايلنت هيل، لكن سايلنت هيل كان في شعائر يسونها تحت الأرض أدت إلى أن النفق يحترق ويطلع لفوق. فالاختباس كبير بين الشيئين هذيل. فهذا اللي كان معنا اليوم يا الربع، حلقة خلف الألعاب، تكلمنا معاكم عن سايلنت هيل. كتبوا لي رايكم بالكومنتات، ولا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير. كان معاكم اخوكم بجريد، والسلام عليكم.